المحور الإنساني وهذه دورة إدارة المشتريات والمخازن. أهلا بكم. بوصفنا الجهة العلمية الأكثر مصداقية والتي تعمل بتراخيص رسمية وحكومية، فقد قررنا وارتأينا أن تكون هذه الدورات التعليمية هديتنا لكم وللعالم. وتأسس المحور الإنساني العالمي للتنمية والأبحاث عام 2015، وعقد ندوات ومؤتمرات وأقام أنشطة في عدد من دول العالم، من بينها الأردن والجزائر ومصر وسلطنة عمان والكويت والعراق وبولندا وأوكرانيا وغيرها. أما عن هذه الدورات فإنها غنية بمحتواها ومضامينها، بحيث تمنح المشترك فيها المعرفة والفائدة في مجالاتها كافة. وسنبدأ في هذه الدورة بالحديث عن إدارة المشتريات والمخازن. بداية سنبدأ بتعريف إدارة المشتريات والمخازن. تعرف إدارة المشتريات والمخازن بأنها الأنشطة والعمليات التي تمارسها إدارة المنظمة في وحداتها وأقسامها لغاية تحقيق الربح، سواء كانت السلع ملموسة أم غير ملموسة. كما يمكن وصفها بأنها تلك الإدارة المتكاملة التي تتولى مسؤولية التخطيط لغاية الحصول على متطلبات المنظمة واحتياجاتها من مختلف الأصناف، ليصار إلى تخزينها وفرض الرقابة عليها واستخدامها بما يتماشى مع أهداف المنشأة. ويجب أن يكون ذلك باستغلال الموارد المتاحة بالطرق المثلى. ويمكن تعريف إدارة المشتريات والمخازن بأنها كافة الأنشطة والعمليات الممارسة على عملية الشراء من قبل الإدارة، وتفرض سيطرتها على كل ما يتعلق بهذا الشأن في المنشأة. ويحظى هذا النوع من الإدارة بأهمية كبيرة في المؤسسات، لذلك فإنها بحاجة ماسة لشدة وإحكام السيطرة عليها. ويشار إلى أنها تضم كافة المجالات وتستعين بالمصادر الخارجية والداخلية على حد سواء. الآن سأنتقل إلى مفهوم إدارة الشراء. الوظيفية الجوهرية لإدارة الشراء هي عملية الشراء وكل ما يتبعها من مهام، وتعتبر هذه الإدارة من أكثر الإدارات الحساسية في تعظيم أو انخفاض الربح الإجمالي للشركات، لا سيما الشركات المصنعة، كما أن لها علاقات مطيدة مع البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، إذ تبدأ عملية الشراء في أي مؤسسة تتبع منهجاً علمياً في إدارة هذه الوظيفة بمسح حالة السوق ليتخذ بعدها قرار الشراء، ثم ترتيب العملية من خلال التوثيق الدقيق لتنتهي بعملية الشراء نفسها، وأخيراً إصدار التقارير الخاصة بجودة المواد المشترى والاحتفاظ بالسجلات التي ستكون بمثابة تغذية راجعة. أما الآن سنتحدث عن مفهوم إدارة التخزين. الآن سنبدأ بتعريفها. أصبحت وظيفة التخزين مؤخرا من الأهمية بمكان في المنظمات بمختلف أنواعها وما لها من تأثير كبير في نجاح المشاريع أو إفشالها، لا سيما بعض المنظمات الإنتاجية لما لها من خصوصية في توفير المواد وطريقة تخزينها في الوقت والمكانين المناسبين. إذ إن المهمة الأساسية لوظيفة التخزين تكمن فيما بعد عملية الشراء بالحفاظ على المواد خلال الفترة الممتدة بين إنتاجها والوقت الذي تطلب فيه لتورد إلى جهات أخرى، وباستخدام الطرق العملية التي تحفظ ويضمن تخزينها بشكل سليم. الآن سننتقل إلى مهام إدارة المشتريات والمخازن. تضم مهام إدارة المشتريات والمخازن ما يلي: 1- رسم السياسات والشروط المناسبة لعملية الشراء، ثم إحداث التطويرات عليها. ومن أبرز السياسات في هذا المجال سياسة الشراء حسب الحاجة، وسياسة الشراء بكميات قليلة، وسياسة الشراء مقدماً للتخزين. 2- إجراء الدراسات والبحوث الهامة في اتخاذ قرارات المنشآت في عمليات الشراء، ومن أهمها التنبؤ بحالة السوق وما يحدث في حالات التنافس. أيضاً إعادة النظر بطلبات الشراء الواردة ومراجعتها والتأكد من مصداقيتها. إجراء عملية الجدولة الزمنية لكافة المشتريات، إذ ترتبط الجداول الزمنية مع وظيفة الشراء ارتباطاً وثيقاً. تحديد المستويات التي يتطلب تصنيف المخزون إليها، وهي الحد الأعلى ونقطة الطلب والحد الأدنى. كذلك تقديم أوامر التوريد الخاصة بالشراء، وكذلك التأكد من سلامة التقارير قانونياً ومراجعة العقود بالشراء،
وكذلك تحديد المصير الذي ستؤول إليه المواد الموردة، ويكون ذلك بالكشف عن حالتها سواء كانت مرفوضة أم مقبولة أم مستلمة، وكذلك ترتيب البيانات وتنظيمها وفقا لسجلات معينة تحتوي بيانات ذات علاقة بعمليات الشراء، وأيضا التخلص من أصناف المخزنات غير الضرورية. الآن سننتقل إلى أهداف إدارة الشراء والمخازن. أولا، تشمل أهداف إدارة المشتريات والمخازن أولا الحرص على استمرار عملية الإنتاج وضمانها، ويكون ذلك من خلال توفير كافة المواد الأولية الضرورية لعملية الإنتاج، لمنع تأخر تدفق المنتجات، والسعي الدؤوب للحصول على المنتجات الأولية بأفضل سعر ممكن، شريطة أن تتماشى المواد الأولية مع جودة المنتج لضمان تطابق المواصفات المنتج مع مواصفات الجودة لدى الشركة. كذلك استقطاب الموردين وعدم الاعتماد على جهة موردة واحدة لتكسب الشركة القوة في المجادلة في الحصول على السعر المعقول من خلال المناقصات، وكذلك خلق الثقة والعلاقات الوطيدة بين المنشأة والموردين، وأيضا تحقيق التكاملية بين قسم المشتريات ومختلف أقسام المنشأة والتعاون فيما بينهما. الآن سننتقل إلى تطور مفهوم إدارة الموارد. أصبحت حاجة المنظمات نتيجة التطور المتعلق بالأعمال لا سيما الصناعية منها إلى المزيد من عمليات التدريب والتنسيق داخل إدارة المنظمة نفسها، الأمر الذي أدى إلى توحيد الإيرادات التي تلبي احتياجات المنظمة من مواد خام ومستلزمات، وهي عملية تحتاج إلى تخطيط شرائها وتخزينها والمراقبة المستمرة لحركتها داخل المنظمة، إذ إن أكثر من هذه المنظمات ووحدات إدارتي الشراء والتخزين في إدارة وحدة واحدة سميت بإدارة الموارد، فيتطلب في هذه الإدارة القيام بجميع ما ذكرناه سابقا من جوانب إدارية في التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه لكل ما يتعلق بالمواد المتدفقة إلى المنظمة. وتتمثل هذه الوظائف الأساسية بتفرعات مرتبطة بحركة المواد، وهي الشراء والتخزين والنقل ومراقبة الإنتاج والتوزيع، التي من شأنها أن تمنع أي خلل قد يزيد من تكاليف الإنتاج وبالتالي التعرض للخسارة. الآن بعد أن انتهيت من الحديث عن إدارة المشتريات والمخازن، سأقوم بطرح أسئلة. سأطرح هذه الأسئلة على شكل خيارات متعددة، سأذكر السؤال والخيارات، وبعد ذلك سأقوم بذكر الإجابة الصحيحة. أولا، من أهداف إدارة المشتريات والمخازن: ألف، الحرص على استمرار عملية الإنتاج وضمانها، باء، رسم السياسات والشروط المناسبة لعملية الشراء ثم إحداث التطويرات، جيم، إجراء الدراسات والبحوثات الهامة في اتخاذ قرارات المنشأة في عملية الشراء، دال، التخلص من الأصناف المخزنة غير الضرورية. الإجابة الصحيحة هي ألف، الحرص على استمرارية عملية الإنتاج وضمانها. الآن سننتقل إلى السؤال الثاني. من مهام إدارة المشتريات والمخازن: ألف، السعي الدؤوب للحصول على المنتجات الأولية بأفضل الأسعار، باء، خلق الثقة والعلاقات الوطيدة بين المنشأة والموردين، جيم، تحقيق التكاملية بين قسم المشتريات ومختلف أقسام المنشأة والتعاون فيما بينهما، دال، التخلص من الأصناف المخزنة غير الضرورية. الإجابة الصحيحة بالطبع هي دال، التخلص من الأصناف المخزنة غير الضرورية. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. تشمل المستويات التي يصنف إليها المخازن إلى: ألف، الحد الأعلى، باء، نقطة الطلب، جيم، الحد الأدنى، دال، جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة بالطبع هي دال، فهي الحد الأعلى ونقطة الطلب والحد الأدنى. الآن ننتقل إلى السؤال الرابع. الوظيفة الجوهرية لإدارة الشراء هي عملية الشراء وكل ما يتبعها من مهام: ألف، هذه الجملة صحيحة، باء، خاطئة، جيم، تحتمل الصواب والخطأ، دال، غير مفهومة. الإجابة الصحيحة هي ألف، وبالطبع هي جملة صحيحة. الآن أنتقل بكم إلى السؤال الخامس. من مهام إدارة المشتريات والمخازن إجراء عملية الجدولة الزمنية لكافة المشتريات، إذ ترتبط الجداول الزمنية ارتباطا وثيقا مع: ألف، وظيفة الشراء، باء،
وظيفة البيع جيم جميع ما ذكر دال لا شيء من ما ذكر. بالطبع الإجابة الصحيحة هي ألف وظيفة الشراء. والآن قد انتهيت من طرح الأسئلة عليكم وقمت بوضع الإجابات الصحيحة كي تعم الفائدة عليكم. أرجو منكم الدخول إلى موقعنا الإلكتروني الموجود في صندوق الوصف بالإضافة إلى تفاصيل أخرى موجودة في صندوق الوصف.